مقالي وما قالوا، أرجوكم حسبونا. حسبونا، حسبونا على أي خروج عن النص، حسبونا على أي شيء يصدر يعكر الصفو الرياضي، حسبونا عن تصدير أي شيء يمكن أن يزيد من احتقان الجماهير أو على الأقل يأثر على السطح الرياضي العام. المسألة ما عادتش هزار. النادي الأهلي والزمالك الاثنين وصلوا ولأول مرة في تاريخ كرة القدم الأفريقية. أفريقيا كلها دلوقتي بتتكلم عن مصر اللي منها فرقتين بيلعبوا نهائي البطولة الكبرى لأول مرة في تاريخ القارة. ده كلام غير مسبوق بالمرة. في نفس الوقت يتداخل معاه منتخب مصر صاحب الرصيد والرقم القياسي في إحراز لقب كأس الأمم الأفريقية، بيخوض تحدي ناس كتيرة كانت شايفاها أنه بسيط وسهل. أنت في مجموعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي نهائياتها هتكون إن شاء الله في الكاميرون 2021، معاك توجو ومعاك كينيا ومعاك جزر القمر. أول ما اتعملت القرعة قال لك مين اللي هيتأهل مع مصر؟ إحنا دلوقتي واصلين عند نقطة، ومين يضمن تأهل منتخب مصر؟ هنلعب ماتشين 14 و17 الشهر ده مع توجو ذهابا وإيابا. نتمنى إن شاء الله إن إحنا نكسب المباراتين علشان نخرج من هذا المأزق، اللي لو ما خرجناش بالفوز في المباراتين هندخل في حسبة لا نتمناها أبدا. شفتوا منتخب مصر لما غاب فترة طويلة جدا عن بطولة الأمم الأفريقية، وهو المنتخب اللي كان واخد الرقم القياسي في إحراز اللقب، وكان الوحيد اللي عمل الثلاثية التاريخية 2006 و2008 و2010، لكن لأسباب كتيرة جدا غاب الفراعنة عن بطولة الأمم الأفريقية، وفضلوا ثلاث دورات أيضا متتالية مش قادرين حتى يتأهلوا لنهايات البطولة، إلى أن استعادت الكرة المصرية عافيتها. وشفنا دلوقتي في دوري الأبطال الأهلي والزمالك الاثنين في المباراة النهائية، وفي الكونفدرالية بيراميدز لعب المباراة النهائية. فده تقدم على مستوى بطولات الأندية، يؤكد أن احنا فيما يخص بطولات الأندية على الطريق الصحيح. فيما يخص المنتخب عندنا تحديات كبيرة جدا. المنتخب الأولمبي تأهل إلى أولمبياد طوكيو. المنتخب الأول عنده الأمل في أن هو يبلغ نهايات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 على أمل السعي في إحرازها، خاصة أن احنا لما نظمنا البطولة اللي فاتت للأسف لم نتمكن من إحراز لقب، فبالتالي بقت التحديات صعبة جدا. السطح الكروي والسطح الإعلامي الرياضي مش مستحمل ده. نتمنى سريعا نهائي دوري أبطال أفريقيا، لسه احنا بنتكلم في 27/11، يعني لسه قدامنا أكتر من 20-21 يوم. لو انشغلت الساحة الرياضية بتحدي الأهلي والزمالك ولقاء الأهلي والزمالك وأهملوا المنتخب، يبقى أقول على المنتخب السلام. لو فعلا فضلنا أسرى لفكرة نهائي الأميرة والمنافسة التقليدية والطبيعية بين الأهلي والزمالك على حساب المنتخب في هذا الظرف، هيكون الوضع صعب جدا بالنسبة للمنتخب. المنتخب عنده تحدي صعب، عنده أمل إن شاء الله تعالى إنه يفوز في المباراتين، سواء تقرر إن احنا إن في بعض المشاكل الخاصة بكورونا ممكن تخلي مباراة توجو زي ما شفنا امبارح قد تقام في القاهرة إذا بلغ الاتحاد التوجولي الاتحاد الأفريقي بهذه الرغبة. لكن حتى الآن أنت هتلعب 14 هنا وتسافر تلعب 17 برة، فبالتالي ما عندكش فرص كبيرة جدا أو حقيقية إلا أن أنت تكسب المباراتين، تكسب مبدئيا هنا وتسعى للفوز برة عشان تحسم أمورك. هل هتترك الأمور في المعالجة الإعلامية الرياضية لصراع الأهلي والزمالك وتقدر تلاقي كل البرامج الرياضية أو معظم البرامج الرياضية اللي شغالة كل هدفها عمليات التسخين، كل هدفها إثارة السوشيال ميديا، عبي وبالليل على طول كله على اليوتيوب، يطلع كل برنامج عايز يعمل نسب مشاهدة أو عايز يجتذب جماهير أو عايز يرفع أي فيديوهات على اليوتيوب تحقق هذه المتابعة اللي بينشدها باستمرار، هتلاقوا في آراء غريبة جدا، في إساءات متكررة جدا، في تجريح، في اجتهادات، في مبالغات، في حاجات كتيرة جدا خارج النص الرياضي والإعلامي. فبالتالي ده
هيكدر صف، مؤكد هيكدر صف، هيوتر سطح، هيوتر سطح، هيخلق مشاكل، طبعا هيخلق مشاكل، هيزيد احتقان، من المؤكد هيزيد احتقان. الحل ايه؟ الحل ان احنا عندنا الجهاز، جهاز تنظيم الاعلام، وعندنا برضو لجنة ضبط الاداء الاعلام الرياضي. نتمنى انه خلال الايام القليلة القادمة قبل ما السطح الاعلام الرياضي يسخن بالقمة وترتيبات القمة وكل ما هتشوفوه الفترة الجاية من برامج، لانه كده كله هيبدأ يعلي على امل اكتساب اكبر نسب مشاهدة، وده هيكون على حساب الكرة المصرية، سمعة الكرة المصرية، شكل الكرة المصرية، قمة الكرة المصرية الأفريقية. عشان كده نتمنى من الآن أنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولجنة ضبط الإعلام الرياضي تحاسب، وتحاسب في كود إعلامي، فيه مدونة سلوك حاكمة، والمفترض تدير المسألة أو تحكم تصرفات الناس، هل هي معمول بيها ولا لا؟ كلكم شايفين. الحل ايه؟ ان احنا من دلوقتي نحط الضوابط الكافية، ونتمنى صدور التعليمات الواضحة جدا انه الامور تمشي في السياق الطبيعي، لا في لا تسخين، لا في اساءات، لا في لا تجريح، وتخرج المسألة ان شاء الله تعالى في المستوى اللي بيليق بالكرة المصرية، اللي زي ما قلت لكم افريقيا كلها النهاردة بتتكلم على فرسي دور الابطال في النهائي مصري. الاتحاد الافريقي في تقرير له قال ده حدث تاريخي ما حصلش ابدا في تاريخ بطوله القاره الافريقيه انه الاثنين يكونوا من بلد واحده. ده كان النادي الاهلي نادي القرن العشرين، نادي الزمالك كان رقم 2 في القرن العشرين. فبالتالي ان انت تكون في السنوات الجديده من القرن الجديد الامور ماشيه بهذا الشكل التنافسي، ده يكشف ان الكره المصريه تسير في الاتجاه الصحيح على مستوى الانديه، يبقى أن تسير كذلك سواء مع المنتخب أو مع الإعلام الرياضي إن شاء الله. فأرجوكم حاسبونا من دلوقت علشان تبقى المسألة واضحة جدا، مش نسمع باستمرار أصله قنوات الأندية الكلمة اللي أنتوا بتسمعوها على طول، حد عايز يحاسب حد أصله قنوات الأندية. لا يا سيدي، إذا كان قناة الأهلي ملتزمة بالكود الإعلامي بكل ضوابطه ومعاييره، أي حد آخر في برامج أخرى، قنوات أخرى، صحف أخرى، مواقع أخرى تخرج عن هذا الإطار، باستمرار يبقى في حساب، وتبقى المسألة فيها هذا القدر الكافي من الوضوح. ده كان أبرز ما في مقالي ومقاله.